تقصد ماتش الاتوبيس، وقع في ايوه الاتوبيس. هم خلعوا اللي يقول احنا كنا كويسين الفترة دي قوي وكنا فايقين قوي. بس هم قالوا الاتوبيس وصل بعد لا الماتش اللي ما هو بعدها ما وايه واتخنقوا ده وبتاع. خدوا شويه لعيبه كده ما مش كانش هيلعبوا ولا اي حاجه ونزلوهم في العباسيه وراجل خد اتوبيس وروح. طيب يعني ممكن حته الكعب العالي دي تخلي الزمالك فرصه اعلى في الماتش النهائي؟ بالنسبه لافريقيا الاهلي متفوق في افريقيا على الزمالك، هما لعبوا حوالي بتاع 8 ماتشات. 8 ماتشات، الاهلي متفوق كسب 5 وتعادلوا في 3 تمام. طبعا افريقيا غير محليا، دي بطوله يمكن اول مره الاهلي والزمالك يلعبوا بطوله قاريه في النهائي في بطوله قاريه. طب كابتن محمد عباس متوقع نتيجة الماتش كام؟ لا كام، لا بس هنكسب يعني متوقع يعني الاهلي متوقع يكسب. مثلا ايه الاهلي يكسب؟ هتبقى انا ماتش حلمت مقفول. امبارح ان كسبنا 5-0. حلمت تكسب 5-0؟ ده مين جاب الاجوان بقى بتاعت الماتش ده؟ مين اللي جاب الاجوان؟ ادينا بقى سبب كده، والله يمكن ادينا سبب اللي نعرف مين اللي جاب الاجوان. جاب لي جوان مجدي أفشة جاب جونين ومروان محسن جاب جون وشحات جاب جون وديانج جاب جون.